بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة أشاروا إلى خبر فقدان أحد إخواننا هو أستاذ عبد اللطيف بيجان لابنه، وقد توفي بالأمس. له ولد كان يعاني مرضا وكان رافق ويصاحبه كثيرا في علاجته، ولكن إن شاء الله تعالى أن يقبضه إليه وتوفاه الله إليه. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرزق أباه وأمه وأسرته الصبر والسلوان. والمؤمن في هذه الحالة دائما يتميز بإيمانه القوي الذي يستقبل به قضاء الله وقدره. أستاذ عبد اللطيف وجان يحضر معنا في هذا المجلس، وهو من الأساتذة الذين لهم متابعة جيدة لكل هذه الأنشطة، وهو يحضر ودائما ويذكرني بسنوات هذا الدرس التي حضره، ويتحدث عن أكثر 31 سنة لهذا الدرس. استمر 31 سنة وكان يحضر، وبعض إخوة سينوري وإخوان آخرون أيوة 31 سنة، ولكن هؤلاء كانوا مرابطين، كانوا يحضرون مع أنهم أساتذة ولهم معرفة، ولكن كانوا يوثقون ويسجلون. وأكثر هذه المنشورات أو المطبوعات التي كانت تصدر، التي كنت أحرر بعضها، كان يتلقاه ويحرص عليه، وهو محفوظ لدي بعض النصوص أو بعض الأشياء لا أجدها عندي ولكني أجدها عنده. وهذا مهم جدا في خدمة الإسلام. الإسلام يخدم بهذه الطريقة، بهدوء وبإصرار وبصمت وبحكمة، لأن ما نقوله الآن أنا ولا أنت لا نذكره، ولكن حينما يأتي أناس يحفظون العلم ويتابعون، وهذا هو الشيء الذي أبقى العلم علما عندنا في تاريخ المسلمين، أن يأتي أناس يتابعون. كان الناس يتحدثون عن في التاريخ عن مالك وعن مثلا عن الليث، وكان يقول كان بعضهم يقول بأن ليث كان فقيها أو أفقه من مالك، ولكن هذا أضاعه الناس، ضاعه أصحابه وضاع علمه. ومالك ميزته أنه وجد من أخذ ذلك العلم وطوره، والعلم هكذا يتطور بالمتابعة وبالكتابة، ونحن نحتاج إلى هذه الشباب. هذه تربية أخرى، أنا أتكلم لكم على تربية أخرى، هي الإحساس بأهمية الفعل، أنك كل واحد عنده دور في الإسلام، وأنت ماشي تحضر لأنك خصك تحضر، أنت يعول عليك غدا، ما غاديش نكون أنا، غادي تكون أنت، غادي ما نكونش أنا هنايا، غادي تكون أنت، وخصك تكلم وخصك ما تهربش، لأن ناس أخرين غادي يجيو يجبروا في المكان الفارغ وغادي يقولوا أشياء أخرى. لذلك إحنا نتكلموا على استمرار، ولكن ما واحد يأخذ مثلا كل هذه المحاضرات أو هذه الدروس ويجمعها، يمكن غدا ينشرها في الناس. ما تجي أنت كذلك تأخذ أشياء أو تذكر كلمة أو تذكر درسا شيء منها وتنشره. ونحن ما نتكلموش على الناس الجامدين الصامتين، هذو اللي غي يقعدوا هنا ويخرجوا ويقعدوا، واللي يبقوا يدوروا غير الكلام في القهاوي، قال فلان ما قال فلان، ما حنش نتكلموا. نتكلموا على الناس اللي يعرفوا بأن كل واحد منكم يجب أن يحمل هذه الأمانة. حياتنا ليست لها أهمية ولا قيمة إلا بقدر ما نخدم هذه الرسالة. ولكن شي واحد مرة خدم وسنة تاني تفعفع ولا تلف ولا شراوه ولا باع راسه بلا ما يشريوه ولا غير وعدوه باللي يشريوه مشى بلا ما يخلصوه شغله، فكان اللي يشراوه ما خلصوش. كي تجي بعض المراحل غير يديروا له هكا يمشي، تعيش راك دير كذا وكذا وكذا وكذا، وتخدم معنا وتخدم خدموا معاك، وراك ما تزيفوش الامه، ما تزيفوش الاراده ديال الامه، ما تكذبوش على الامه، ما تاخذوش الاشياء اللي ترفضها الامه وتبنتروها انتوما، لانكم اما فقهاء ولا لانكم خطباء ولا ولا لا. رسالتك حاجه اخرى، تخدم عند الله مزيان، تشتغل في سيره سنه رسول الله مزيان، تشتغل عند البشر ما كانلاش صافي، احنا ما نصلحوش لهذاك، المهم ما خصناش نصلح له. ولذلك بهذه الروح يمكننا نقدموا الاسلام. اما اذا كنت كل مره
يشريوا كثر الصيد ديال الطعام ولا انا نشوف الناس بعض المرات تقولوش الناس باقيين عليهم شي ايمان ولا كيشوفوا الفلوس يتلفوا ما بقاتش قيم ما بقاتش خص يبقى الانسان عالي المال اللي درتو شنو درت به راه باقي في الجيب كله راك واش تنتظر انك غتبقى دائما هنا هذاك لن تمتع به شري اجمع 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 ويفعلوا كل شيء ينافق يدير كل اذا هذه حياه ضايعه مع العلم ان الله تعالى يكتب لك ما يشاء يمكن بعد يجمع كل هذه الاموال من مما حل ومما لم يحل لا تمتع بذلك في شيء يمكن في لحظه من اللحظات تمشي عند الله وتخلي كل شيء للناس لذلك مهم جدا انا باش نذكروا هذه العلاقه لان بعض الاخوه ما ذكروا والعلاقه ديال التراحم والمراحقه ديال الصحبه في 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 الاسلام وفي الدين وفي تلقي العلم هذا شيء مهم جدا فنسال الله لاخينا هذا ان يرزقه الصبر والسنوان وان يثيبه عن صبره ذلك واهله وان يجعل ابناءه ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.